هنطير للمغرب مع زميلنا الاعلامي والصحفي عادل بلقادي. وفي البدايه بنرحب بيك على شاشه قناه الاهلي يا عادل، عايزين نتعرف منك على الاجواء قبل الجوله الحاسمه في الدوري المغربي. الله يحفظك الاستاذ ايمن وكابتننا الكبير ايمن شوير، وانا سعيد جدا ان اكون معكم في هذه الحلقه المباشره على قناه الاهلي، وفرصه سعيده. اما بالنسبه للجوله الاخيره من الدوري المغربي فيعني اليوم يعني جوله حاسمه واللي غادي تفرز يعني المتوج بلقب الدوري المغربي من بعد ما كان يعني التقارب في النتائج ما بين ثلاث فرق، فكاين الرجاء البيضاوي اللي عندهم 57 نقطه، وكاين ايضا من بعده الوداد البيضاوي اللي عنده 56 نقطه، وكاين ايضا نهضه بركان اللي باقي عندها الحظوظ ان تتوج يعني حسابيا بالدوري المغربي، رغم انه في الرصيد ديالها 54 نقطه، ولكن يعني يعني الباقي عندها الحظوظ يعني حسابيا انها تتوج. الرجاء بطبيعه الحال هو الفريق الوحيد اللي عنده يعني مصيره بين ارجل لاعبيه، لانه رغم انه عنده مواجهه صعبه مع فريق الجيش الملكي اللي فريق مرجعي وفريق عنده تاريخ كبير في الدوري المغربي، واللي ايضا حقق انتصارات مهمه وبحصص عريضه في الدورات الاخيره. كذلك بالنسبه للوداد اللي عندهم 56 نقطه، يعني حتى هما عندهم فرصه للتتويج، ولكن يعني في انتظار تعثر فريق الرجاء البيضاوي المتصدر. يعني فرق الدار البيضاء اليوم للوداد والرجاء تواجه فرق الرباط، يعني الرجاء تواجه الجيش الملكي اللي هو فريق مدينه الرباط، والوداد يواجه فريق الفتح الرباطي ايضا، واحد من الفرق اللي عندها استقرار لا من الناحيه التقنيه ولا من الناحيه الماديه، وعندها تركيبه بشريه غنيه جدا باللاعبين الموهوبين، وبالتالي فالمباراتان معا يعني في غايه الصعوبه بالنسبه للفريقين معا. غير الفرق هو انه الوداد يجب ان ينتصر وينتظر تعثر فريق الرجاء امام فريق الجيش الملكي، بينما نهضه بركان بدوره الذي يواجه اليوم في نفس التوقيت اي السابعه بالتوقيت المغربي اللي هو توقيت جرينيتش زائد واحد، فغادي يكون في مواجهه فريق اولمبيك اس بي، وفي حاله يعني انتصار نهضه بركان فغيكون هو الاخر يعني ينتظر تعثر الرجاء ثم الوداد ليتساوى معهم في النقاط، وبالتالي فغادي تدخل يعني يعني المسائل اللي مرتبطه بالعدد الاهداف المسجله. في حاله انتصار او في حاله هزيمه الرجاء وتعادل الوداد يتساويان مع نهضه بركان في حاله انتصاره ب 57 نقطه، فهنايا الوداد يعني عنده 3 زائد 23، بينما الرجاء عنده زائد 19 ونهضه بركان عندها زائد 11 في النسبه العامه ديال الاهداف، بالتالي فنهضه بركان يجب ان ينتظر تعثر الفريقين معا للوداد والرجاء، وانتصاره هو من اجل التتويج باللقب، وتبقى ماموريه صعبه جدا، ولكن يعني حسابيا لا زالت عنده حظوظ، بينما الوداد في حاله الانتصار ينتظر فقط تعثر الرجاء او اما بهزيمته او تعادله من اجل التتويج باللقب، وبين هذا وذاك ففي حاله تتويج الرجاء باللقب يبقى التنافس ايضا على المركز الثاني بين الوداد ونهضه بركان، المركز الثاني بطبيعه الحال المؤدي الى خوض منافسات عصبه الابطال في الموسم المقبل ان شاء الله. من متابعتك لمباراه الفرق الثلاثه الاخيره الوداد والرجاء ونهضة بركان، بالنسبة لوجهة نظرك أنت شايف مين الأقرب النهاردة أن هو يحقق البطولة؟ والأقرب كابتن أيمن هو الرجاء، لأنه هو اللي متصدر ومصيره كيف قلنا بين أرجل لاعبيه، يعني ينتصر ويفوز بالدوري دون انتظار النتائج الأخرى. الصعوبة بالنسبة للوداد المحتل الرتبة الثانية بفارق نقطة عن المتصدر الرجاء، وكذلك نهضة بركان المحتل الرتبه الثالثه ب 54 نقطه، فهما يعني في حاله فوزهما يعني غادي يتسناو يعني ينتظروا تعثر الرجاء، بينما الصعوبه تكمن في انه الرجاء يواجه كيف قلت فريق اللي في المباريات الاخيره استاذ ايمن كيف تكلمتي، فالفريق الجيش الملكي حقق جوج ديال الانتصارات وبحصص عريضه، يعني حتى انه فريق الجيش الملكي يمكن في هذا الموسم هذا كان في مرحله اعاده البناء، لانه فيه وجوه كامله جديده، ولكن في الدورات الاخيره صلح يمكن العيب الوحيد اللي كان عنده هو انه ما كانش عنده
التوفيق امام المرمى وما كانش كيسجل اهداف كثيره، ولكن في الدورتين الاخيرتين ف يعني تمكن من انه يحل هذا الاشكال وانتصر يعني بحصص عريضه، وهنا تتكمن الصعوبه ديال المواجهه ديال فريق الرجاء البيضاوي مع الجيش، وهذا المعطى هو اللي كيتسناه بطبيعه الحال المطاردين المباشرين لا الوداد ولا نهضه بركان باش يقدر يعني يوصلوا للقب المنشود. كيف قلنا الرجاء هو يعني المرشح لانه هو المتصدر وهو المصير بين ارجل لاعبيه، ولكن المواجهه القويه اللي عنده مع فريق الجيش الملكي تجعل انه يعني الحظوظ يمكن والامل ديال الوداد ونهضه بركان دائما يتقوى بالنظر يعني الخصم ديال الرجاء البيضاوي اللي هو خصم قوي، ولكن بطبيعه الحال الفرق بثلاثه مستعده، والدليل هو انه حق انتصار يعني في الدوره يعني قبل الاخيره الدوره 29، والرجاء كان لاعب خارج الميدان ديالو امام فريق اولمبيك خريبكا اللي كان يعني مهدد بانه ينزل للقسم الثاني، وبخسارته امام الرجاء بهدفين لواحد فهو نزل للقسم الثاني رسميا الدوره الاخيره، وهناك يعني بان بانه الرجاء عازم كل العزم لانه يحقق البطوله، لانه فاز خارج الميدان ديالو بطبيعه الحال على اولمبيك خريبكا بهدفين لواحد رغم صعوبه المباراه، ولكن يعني استدعوا الرجاء كنعرفوا عنده عناصر مميزه جدا، عناصر بخبره كبيره، كنهضروا على محسن متولي، عبد الاله حفيدي، بدر بانون ربما اللي يقترب من الاهلي ان يعني نقول ربما الامور حسمت ومن بعد المباراه ديال عصبه الابطال غادي يقدر ينتقل الاهلي، واحد من المدافعين المتميزين، واسماء اخرى اللي عندها تجربه كبيره، وبطبيعه الحال هذه التجربه هي اللي كيعول عليها الرجاء في انه يفوز اليوم المباراة ديالو امام الجيش الملكي ويحسم اللقب بشكل نهائي وتبعي. كلنا طبعا شفنا جميع الدوريات ان جميع الدوريات الفرق كلها تأثرت بتوقف المسابقة بسبب كورونا، هل برضو اداء الوداد والرجاء في توقف المسابقة بسبب كورونا اتأثر شوية بعض الشيء؟ بالنسبة للوداد والرجاء فاكيد غادي يكون التأثر من الناحية المعنوية، يعني يمكن من الناحية البدنية ومن الناحية التقنية ربما يعني يعني من بعد مرور الايام يمكن اللاعبين يسترجعوا الطراوه البدنيه ديالهم بطبيعه الحال يعني بوجود طاقم تقني اللي كيشتغل على هذه الاشياء، ولكن التاثير الكبير كابتن ايمن بالنسبه للوداد والرجاء هو عدم اللعب امام جمهورهم، يعني الوداد والرجاء كنعرفوا بانه في عندهم قاعده جماهيريه كبيره جدا، والجمهور يلعب دور كبير في تحقيق النتائج الايجابيه بالنسبه للفريقين، ولكن غياب الجمهور يعني اكيد كان ليه تاثير ديالو كبير جدا، لانه الوداد والرجاء لا من الناحيه الماليه يعني المداخيل ديال المباريات كتكون مداخل مرتفعه لانه كيكون عدد كبير من الجمهور، وال يعني حتى الدعم اللي كنعرفوا بانه لا الالتراس لا ديال الوداد ولا ديال الرجاء يعني كيخلقوا الفرجه والمتعه في المدرجات، هذا بطبيعه الحال كان ليه تاثير على الاداء ديال الرجاء والوداد. اضيف الى ذلك ان يعني الموسم اصبح اطول، وبالتالي فكان يعني مجموعه من الاصابات في صفوف الفريقين لا الوداد ولا الرجاء، خصوصا الوداد اللي كان عنده مجموعه من اللاعبين اللي غايبين بسبب الاصابه، اليوم ايضا كاينين اللاعبين اللي غادي يغيبوا على مباراه الفتح الرباطي بسبب الاصابه، بطبيعه الحال طول الموسم والفتره ديال الراحه التامه اللي كانوا فيها اللاعبين رغم انهم كانوا كيتدربوا بشكل انفرادي، وكنعرفوا بانه في المغرب عشنا 3 أشهر حجر صحي تام، بالتالي يعني حتى التدريب اللي كانت داخل المنازل ماشي بالقدر وبالوتيره اللي تعودوا عليها اللاعبين في يعني التدريب الجماعيه، بالتالي فمن الناحيه المعنويه وغياب الجمهور كاين تاثير، من الناحيه البدنيه ربما كان تاثير ولكن تم تداركه، ولكن يبقى الاصابات اللي كانت صفوف الفريقين والاعطاب بطبيعه الحال هي اللي كانت اثرت بشكل كبير على اداء الفريقين معا، والدليل وانه الرجاء يعني مباشره بعد العوده من العوده واستئناف التدريب فكانت عنده خساره مفاجئه في الميدان ديالو امام فريق اتحاد طنجه، وهذه الخساره ربما هي اللي خلاته انه اليوم يبقى في حسابات حتى الدوره الاخيره من اجل حسم اللقب، كذلك الوداد كانت عنده تعثر في بعض المباريات اللي تلت المرحلة ديال الحجر الصحي، وبالتالي يعني التأثير كان للنتائج ديال الفريقين بسبب كيف قلنا الإصابات، بسبب غياب الجمهور، بسبب أيضا الأمور البدنية اللي كان خاص وقت
باش اللاعبين يسترجعوا الطراوه البدنيه ديالهم اللي تخليهم يلعبوا مباريات في المستوى اللي تعودنا عليه. من وجهه نظرك قبل مباراتي الدور قبل النهائي، مين الاجهز فنيا وبدنيا دلوقتي، الوداد ولا الرجاء؟ من الناحيه الفنيه فبالنسبه للرجاء، بالنسبه للمباراه ديال النهائي، بالنسبه للرجاء فالنقطه اللي نقطه يمكن نقولوا نقطه قوه بين قوسين هي الحفاظ على الاستقرار التقني، لانه كان الحفاظ على الطاقم التقني بقياده المدرب جمال السلامي والمساعد ديالو اللاعب الدولي السابق يوسف الصفري، فكان يعني استقرار من ناحيه التقنيه. بالنسبه للوداد شفنا تغييرات كثيره على يعني الطاقم التقني، يعني تغيير المدرب كان في اكثر من مره، ثلاث مرات الوداد يغير المدرب، والان كاين طاقم تقني جديد بقياده المدرب ميغيل انخيل غاموندي، هذا المدرب السابق لفريق حسنيه اكادير اللي حقق معاه نتائج جيده، وكان يعني لعب معاه نهائي ديال كاس العرش المغربي، واللي كان جا منذ مده كان يعني تعين كمشرف عام على النادي، ولكن برحيل المدرب السابق للوداد فيعني غاموندي المدرب السابق كان هو بطبيعه الحال المدرب السابق للاهلي مسيو غاريدو، هو اللي كان يعني قبل، والان كان يعني النتائج مسافات مسيو غاريدو وبالتالي الان ف يعني تغير، واللي كان الان هو ميغيل انخيل غاموندي، رغم انه كان عنده مشكل ديال سبق ليه درب فريق في الدوري المغربي، وكنعرفوا القانون ديال الاتحاد المغربي يعني كيمنع على مدرب انه هو يدرب فريق يعني يوقع لفريق اخر في نفس الموسم، فكان تعين مشرف عام، والمساعدين ديالو هو اللاعب الدولي السابق السنغالي موسى نضاو، هذا اللي مدرب كان منذ مده في مهمه المدرب المساعد، وهو لاعب سابق ايضا للوداد، وكان ايضا لاعب دولي المغربي السابق طارق شهاب هو المساعد الثاني، وهذا هو الطاقم التقني الجديد للوداد. ربما يعني النقطه ديال الاستقرار التقني غتكون لها تاثير بطبيعه الحال، كل مدرب عنده نهج تكتيكي خاص به، عنده عناصر اللي كيعتمد عليها بطبيعه الحال، كاين تغييرات يعني مع مجيء كل مدرب تقع تغييرات كثيره، بالتالي هذا المعطي يمكن يكون صالح الرجاء، لانه الاستقرار التقني معروف انه هو يساهم في تحقيق نتائج جيده، بينما الوداد تغيير المدربين ربما اثر عليه، ولكن تيبقى الوداد هو الوداد، لانه عنده لاعبين بتجربه كبيره، كنهضروا على صلاح الدين السعيدي، كنهضروا على النقاش، كنهضروا على اسماعيل الحداد بادي اوك، هادو لاعبين اللي بتجربه كبيره بطبيعه الحال تيقدروا يحتاجوا وقت اقل للاندماج ولا للتاقلم مع اي طريقه لاعب ديال اي مدرب جا الفريق. يمكن الاستقرار مهم، ولكن تنظن بانه التركيبه البشريه ديال الوداد يمكن غتنقص شويه من الحده ديال هذا المشكل، هذا اللي هو كان مشكل دائما كيعانوا منه الوداد، وانهم ما كيصبروش على المدربين بزاف، لانه الوداد عنده قاعده جماهيريه كبيره ودائما تطالب بتغيير المدربين كلما ساءت نتائج ديال الفريق. شكرا جزيلا للزميل العزيز من المغرب الشقيق.